تعالى بقى نشوف مصر نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فدولة رئيس الوزراء المصري يصل لجنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع بريكس. معانا على التليفون دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية والمستشار السابق لجامعة الدول العربية. أهلا أهلا يا دكتور. معالي النائب المحترم، سعيد بوجودي معك. حضرتك كله تمام؟ ربنا يخلي سيادتك يا رب، يكون كل حاجه حضرتك بخير دايما. مشاركه مصر في قمه البريكس وتوقعاتنا او على الاقل امالنا بالانضمام، تظن انه يعني هذه الامال في محلها ولا لسه شويه؟ يعني ارى انها قاب قوسين او ادنى من ان تحصل على واقع الارض. هذا التجمع هو تجمع مهم جدا، له ثقل سياسي كبير. هو تاسس عام 2006 وكان قاموا 4 دول وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. هو بيهدو بشكل كبير إلى أن يكون هناك أقطاب اقتصادية، يعني في مواجهة النفوذ اللي بتقود الولايات المتحدة الأمريكية وفي مواجهة النفوذ الغرب بشكل عام والدولار. يعني دول لها ثقل اقتصادي كبير جدا، يعني أكثر من 31% من حجم الاقتصاد العالمي بتضم به دول البريكس، أو يعني بتمثل دول البريكس. وايضا يعني دول تشكل مساحتها حوالي 26% من مساحه العالم، بالاضافه الى ان هي استاذ يوسف اقتصاد متنوع كما حضرتك اشرت، ليس معتمده على الاقتصاد الواحد او الهدف الواحد، وبالتالي يعني زخم اقتصادي كبير، بالاضافه الى ان ليها قوه كبيره جدا، اكثر من 4 جيوش او اقوى 4 جيوش في العالم موجودين داخل تجمع بريكس، باعتبار انهم بيمثلوا حوالي 11 مليون جندي، وده رقم كبير جدا. وبالتالي القوه الاقتصاديه لديها من القوه العسكريه التي تحمي هذه القوه الاقتصاديه. وبالتالي هناك رغبة متزايدة من كلا الطرفين، يعني مصر من أوائل الدول اللي بتدعمها روسيا والصين للانضمام إلى مجموعة بريكس، بالإضافة إلى الشقيقة الجزائر والسعودية والإمارات، دول مهمة جدا. أكثر من 23 طلب قدم للانضمام إلى مجموعة بريكس من الكثير من الدول سواء العربية أو غير العربية. مصر ستضيف ثقل اقتصادي وسياسي كبير، على اعتبار أن هذه التجمع أو هذه المجموعة ستنتقل إلى أفاق أرحب بشكل اقتصادي عميق، في ظل ما تفخر به الدولة المصرية في الفترات الأخيرة من زخم اقتصادي كبير وفرص استثمارية وتنوع في الاقتصاد المصري. طيب في رأيك دكتور فارس أو دكتور حمد فارس، أنه لماذا تقبل دول كثيرة في العالم على مسألة تقدم بطلب انضمام إلى البريكس، وإن لم يكن فلينضموا إلى بنك التنمية الجديد؟ لماذا هذا، مش هسميه حتى الحماس، هذا التكالب التزاحم للدخول في هذا التكتل الاقتصادي وفي بنك التنمية الجديد؟ هو ليس فقط بنك التنمية الجديد كما حضرتك أشرت معالي النائب المحترم، ولكن أيضا مجموعة بريكس هناك رغبة متزايدة كبيرة جدا، سواء في الانضمام هنا مبدئيا ثم الانضمام بعد ذلك. يعني على سبيل المثال، التبادل التجاري ما بين مصر ودول مجموعة البريكس في عام 2022 وصل لحوالي 31 مليار دولار. الكثير من الدول ترغب في هذا الانضمام للتخلص من هيمنة الدولار اللي أثرت بشكل كبير جدا بعد التداعيات الكارثية الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم بشكل كبير، وأصبح الحصول على الدولار بالنسبة للدول النامية أو الدول الفقيرة أمر صعب، وبالتالي عدم حصولهم على الغذاء اللازم لشراء أو عدم الحصول على الأموال اللازمة من الدولار لشراء منتجاتهم الغذائية والخاصة أيضا بالطاقة. وبالتالي العالم يبحث عن مخرج من المعترق اللي دخلوا بدون إرادته، يعني العالم بيئن بشكل كبير جدا نتيجة هذه التداعيات الكارثية، يبحث عن بدائل قوية تحقق له استقلال اقتصادي قوي، تحقق له عالم متعدد الأقطاب والقوة، في ظل أن الكثير من الدول تبحث عن دور مهم في عالم يتشكل الآن. عالم القطب الواحد أصبح حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة هي القوة الاقتصادية الأولى في العالم، ولكن أصبحت الصين لاعبا محوريا مهما في القارة الأفريقية، على اعتبار أن هذه القمة مع النائب يطلق عليها بريكس بلس، أو القمة أو بريكس وأفريقيا نحو تنمية مستقبلية.
استدامة، وده بشكل كبير يظهر ان هذه الدول بتهتم بشكل كبير جدا بالقارة الأفريقية، لان القارة الأفريقية لم يستغل موردها الحقيقية حتى هذه اللحظة، وعلى الرغم من هي اغنى القارات الا ان حتى هذه اللحظة لم يتم اكتشاف ثرواتها بالكامل واستغلالها بشكل كبير على واقع الارض. تعتقد يا دكتور حامد، او يعني في رأيك انه سائم الناس من هذه الهيمنة الدولارية، مش بس علشان مسألة الغذاء والطاقة، هنا هروح للسياسة، هي فكرة استخدام الدولار استخداما سياسيا لخلق ضغوط على بعض الدول او على اكثر الدول؟ الله على حضرتك يا معالي النائب، هو بالفعل زي ما حضرتك اشرت، وتعبير دقيق جدا اللي حضرتك قلته دلوقتي، لانه واقع، لان بالفعل اصبح التوغل الامريكي السيء وعدم الاهتمام بالكثير من قضايا الدول سواء في القاره الافريقيه او في المنطقه العربيه، يعني احنا عندنا حتى هذه اللحظه اكثر من 10 دول افريقيه بتعاني معاناه شديده من اضطرابات سواء سياسيه او حتى احتراب داخلي او انقلابات، هناك الكثير من الدول العربيه لم يتم حل مشاكلها، بالاضافه الى الصراع الروسي الاوكراني، بالاضافه الى التوترات في شرق اسيا، بالاضافه ايضا الى التوترات في اوروبا ما بين صربيا وقصوفا، كلها ملفات مهمه جدا لم تنجح الاداره الامريكيه في حل حالتها او حتى مجرد اظهار حسن النيه في حل هذه القضايا، وبالتالي العالم يئن سياسيا نتيجه اوضاع اقتصاديه، واصبح الانين او التعب الان لدى دول العالم بشكل كبير جدا اقتصاديا نتيجه تردي الاوضاع السياسيه، وبالتالي ارى ان العالم يتجه الى التخلي عن عالم القطب الواحد، التوجه بشكل واضح الى عالم الثلاثيه القطبيه، وايضا الاهتمام بان تكون هناك قوه داخل القاره الافريقيه كالدوله المصريه، باعتبار ان مصر عامل وازن وعامل كبير جدا ليس فقط داخل القاره الافريقيه ولكن في محيطها العربي والاقليمي، وبالتالي لابد حتى من تعديل نظام مجلس الامن وادخال دول جديده، وده اللي طالبت بيه اكثر من مره سواء البرازيل او الهند وروسيا والصين، كلها دول مهمه جدا ولابد ان يكون لها دور في الفتره القادمه في اطفاء صيغه سياسيه واقتصاديه عادله لنظام عادل اكثر شمولا واكثر قوه. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربيه والمستشار السابق لجامعه الدول العربيه.